بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضرتك. وطبعا الواحد بسم الله ما شاء الله، يعني عمال يشتم كتير، وناس كتير جدا عماله تتكلم معاك على ان انت عايز تطلع وتطلع الحساب بتاعك على حساب الجزائر. الحقيقه ان انا مش فارق معايا اطلع الحساب بتاعي على حساب الجزائر او على حساب اي حد تاني، ولكن تعال اكون صريح معاك، هل انت بتعرف تنام على المخده بالليل وانت مستريح؟ الحقيقه اه. هل انت راضي ضميرك كنت بتتكلم على الجزائر والجزائريين بالشكل ده؟ الحقيقه اه. هل انت مبسوط انك بتتكلم على الجزائر والجزائريين بالشكل ده؟ برضه الحقيقه اه. هل انت ظالم الجزائريين علشان خاطر ترضي المغاربه؟ الموضوع مش كده خالص، الموضوع معايا ملوش اي علاقه بالمغرب خالص، كل واحد بيحكي قصته من خلاله هو. في ناس على السوشيال ميديا الجزائريين عملوا معاهم الصح وفوق الصح وزياده، وبالنسبه لهم الجزائريين انضف ناس على السوشيال ميديا، لكن انا الموضوع بالنسبه لي مختلف. انا راجل كنت بتكلم على محتوى شمال افريقيا زي اي يوتيوبر، علشان خاطر محتوى شمال افريقيا هو الترند حاليا على يوتيوب. واحده من اكتر الخوازيق اللي انا ما فهمتهاش هو انا ليه بتشتم وانا بتكلم على منتخب المغرب وبتكلم على الانديه المغربيه. واحد من الحاجات اللي انا ما فهمتهاش هو انا ليه داخل في خناقه مش بتاعتي. واحد من الحاجات اللي انا ما فهمتهاش ليه الجزائريين طلعوا قرفهم على اي حد بيتكلم على المغرب. واحد من الحاجات اللي انا ما فهمتهاش ليه الجزائريين مستعدين ان هم يتهموا اي حد بالعماله للمخزن، المخزن المخزن المخزن، لمجرد ان المخزن ده راكبهم في دماغهم. اي حد بيتكلم عن المغرب كلمتين يقول لك المخزن المخزن المخزن، حتى لو بيصور بكشافين المخزن المخزن المخزن، حتى لو بيتكلم بمايك ابويا كحيان المخزن المخزن المخزن. فواحده من اكتر الحاجات اللي بالنسبه لك انت مريبه شويه انك اول ما هتتكلم عن المغرب هتلاقي نفسك سامع كلام عمرك في حياتك ما كنت فاهمه، ولا عمرك في حياتك كنت بتدور على الاجابات بتاعته. هتسمع كلام عن المخزن وعن الشيات وعن بواسل الايادي، وهتسمع كلام كتير قوي لمجرد ان في جزائري مجنون قرر ان هو يخش عندك ويشتم. ودي واحده من الحاجات اللي انت برضو مش هتفهمها، ودي واحده من الحاجات اللي انا ما كنتش فاهمها اصلا. هو ليه في ناس بتخش تشتم لمجرد ان في حد بيتكلم على بلد تانية بطريقه ايجابيه؟ دي واحده من الحاجات اللي انا ما كنتش فاهمها، ولكن اللي انا فهمته ان هم دول يستحقوا كده، وان هم دول يستحقوا انك تتعامل معاهم بالشكل ده. هتقولي بس انت بتجمع ليه ودي شريحه قليله؟ الحقيقه ان هي مش شريحه قليله، الحقيقه ان هي شريحه كبيره فشخ، الحقيقه ان هي شريحه كبيره جدا، مش شريحه قليله ولا اي حاجه. في ناس هتقول لك انت بتحاول تطلع على حساب الجزائريين والكلام ده، انا موجود على السوشيال ميديا بقالي 4 سنين، وعلى حساب الجزائريين في ناس طلعت على حسابهم في سنه وفي ناس طلعت على حسابهم في 6 شهور. انا موضوع ان انا اطلع على حساب الجزائريين ده الموضوع بالنسبه لي اخر همي، انا بالنسبه لي كل حاجه انا اعمل اللي انا عايزه، واعمل اللي انا عايزه، اطلع هاجم الجزائريين، اطلع اشتم، اطلع اعمل اللي انا عايزه، مش فارقه معايا كتير. يعملوا ابلاغ عن الصفحه، يعني الصفحه تاخد تقييد، كل الكلام ده مش فارق معايا كتير، بس بالنسبه لي يخش شويه عرر يقعدوا يشتموني على الخاص وانا ما ردش عليهم. بالنسبه لي يخش شويه عرر يفضلوا يقولوا لي امك وابوك وانا ما ردش عليهم. هتقول لي طب ما انت اللي بتشتم شويه العرر دول. هقول لك برده الحقيقه لا، ان انا كل ما بفكر ان انا اقول مش هتكلم تاني عن الجزائر، مش هجيب سيره الجزائريين في حاجه، اخش الاقي جزائريين نطولي في اي بس، واخش الاقي جزائريين دخلوا لي في اي بس تاني يشتموا فيا. الحقيقه ان هم قرروا ان هم يخشوا معايا المعركه دي، وان احنا هنفضل معاك على طول، يبقى خلاص انا كمان افضل معاك على طول. لما انا قررت ان انا انسى الجزائر والجزائريين، الجزائر والجزائريين قرروا ان هم يخشوا يشتموني. هتقولي بس انت مفيش حد عارفك، انت ليه بتتفخم في نفسك قوي كده؟ يا انت تافه، مفيش اي حد عارفك. اقول لك والله يشرفني، من اكبر الخوازيق اللي انا عملتها في حياتي هو ان انا اتكلمت على الجزائر واتكلمت على منتخب الجزائر، ودي كانت لحظه من اسوأ اللحظات اللي موجوده في حياتي دي بالنسبه لنا شخصيا. فقصه ان انت عايز تطلع على حساب الجزائر وقصه ان انت مزودها شويه مع الجزائريين، الحقيقه ان انا مش مزودها مع الجزائريين ولا حاجه. لو انت عرفت الجزائريين من منظوري انا، لو اتعاملت معاهم المعامله بتاعت انا، لو انت خدت تجربتي انا مع الجزائريين، الموضوع اللي بيحصل ده بالنسبه لك مش هيكون واحد على 1000. انا بحاول ان انا اتقي ربنا شويه، وبحاول ان انا ما اقولش عليهم حاجات مش فيهم، حتى لو بعمل فيديوهات والفيديوهات دي بيبان بعد فتره ان هي فيك، بطلع اقول ان هم ان هي فيك. ده احترامي لنفسي، مش عشان هم يستحقوا الاحترام، هم يستحقوا الاحترام عند ناس تانية، وناس تانية بتخاف منهم، وناس تانية بتعمل لهم حساب اوفر عشان هم اللي بياكلوهم هم اللي بيشربوهم. اما قصه الجزائري معاك فهو يخش معاك من قصه يقول لك مصري ام درمان، ما يعرفش اصلا ان هو في حوار ام درمان كان في نظام سياسي في مصر بيستغل ان هو شبه دوله وبيحاول يطلع ابنه على حساب الشبه دوله دي. يعني حتى في حوار ام درمان النظام السياسي في مصر كان بيستغل ان الجزائر شبه دوله، وكان بيستغل ان الجزائريين شويه عصبيين مغيبين اصلا. فحتى حاجات زي دي هم عمرهم ما يفهموها. اصعب حاجه على الجزائري انك تخش معاه في نقاش، اول النقاش يخش يشتمك، وبعد كده هيقول لك انما المؤمنين اخوه، وبعد كده هيتكلم معاك على قصه الفتنه. الجزائريين اللي موجودين على السوشيال ميديا حاليا مش مؤهلين لاي حاجه غير ان انت تتعامل معاهم بالطريقه دي. هتعامل معاهم باحترام هتخسر كتير، لان هو ما بيحترمش حد وهو ما بيحبش حد. هيتكلم معاك على القوميه العربيه، وهيكلمك على حب البلدان العربيه، وان هو درس البلدان العربيه وعارف تاريخ البلدان العربيه، مع انه ما بيتمناش الخير لاي بلد عربي. غيرته من المغرب والمغاربه دخلوا ناس كتير في خلاف ما كانش عايز يخشوا اصلا.
انا راجل من الناس اللي دخلت في الخلاف ده، كل مشكلتي ان هم بيغيروا من المغرب بطريقه اوفر. هتقول لي بس انت بتعمل فتنه، اقول لك ايه علاقه ان انا بتكلم في كوره وبتكلم على منتخب المغرب بشكل ايجابي غير ان هم شويه مجانين؟ ايه علاقه ان في ناس كتير على السوشيال ميديا كانت بتتكلم على منتخب المغرب ومحدش فيهم بيتكلم على منتخب الجزائر ولا بيجيب سيره الجزائر؟ كان بيخش الجزائريين يقولوا لهم ان انتوا بتعملوا فتنه، لمجرد ان الجزائريين عندهم حساسيه من اي حاجه بتجيب سيره المغرب. مش ذنبي ان انت معقد من المخزن، مش ذنبي ان المخزن راكبك، مش ذنبي ان انت مفشوخ من قصه المخزن والمخزن بيعمل والمخزن بيسوي، مش ذنبي ان انت مفشوخ من المغاربه، مش ذنبي ان انت فاهم ان في ناس بتدفع فلوس عشان الناس تهاجمك، كفايه بس الناس تعرفك، الناس اول ما تعرفك هتهاجمك لوحدها، وده اللي حصل معايا بالحرف الواحد، واحده من اكبر الخوازير اللي حصلت لي في حياتي ان انا دخل عندي جزارين في اول وجودي على السوشيال ميديا، واول ما بديت ان انا اتشاف على السوشيال ميديا دخل عندي جزارين، ودي كانت اللحظه الأسوأ في حياتي. الناس دول طيبين ومحترمين وجدعان وفيهم كل الصفات الحلوه، اول ما تجيب سيره المغرب كل الصفات الحلوه دي بتتبخر، وهي دي واحده من اكبر نقاط الضعف اللي موجوده عندهم. عايز تبقى صديق لاي جزائري ما تجيب سيره المخزن قدامه او تجيب سيره المغرب قدامه. عايز تبقى صاحب اي جزائري طول العمر ما تتكلمش على المغرب بطريقه ايجابيه ولا تجيب سيره المغرب والمغاربه بطريقه ايجابيه، وقتها هتكون بالنسبه له انت برنس وانت اخ. فانا ما عنديش مشكله مع الجزائر، لان دخلت بمشكله مع الجزائر بسبب غيره الجزائر من المغرب. هتقول طب انت كنت بتدخل تدافع عن المغرب؟ المغرب ليه رجالته وليه ناسه؟ اقول لك انا ما كنتش جاي ادافع عن المغرب ولا كنت جاي اتخانق مع مغاربه ضد الجزائريين، انا اصلا كنت بتكلم على منتخب المغرب بطريقه ايجابيه، فهم فكره ان حد يتكلم على المغرب بطريقه ايجابيه بالنسبه لهم دي حاجه مش متاحه. انا مش ذنبي انك شايف المغاربه في اطار معين مش بتاعتي انا. مش ذنبي انك مجنون وعايز تطلع عقدك عليا، مش ذنبي ان انت ناقص وعايز تطلع كل اللي انت شايفه تجاه الاخر عليا، مش ذنبي ان انا قررت اعاملك نفس المعامله، معاملتك وسخه وطريقتك وسخه، مش ذنبي ان انا قررت ارد عليك بنفس المعامله وفي الاخر عيطت وقلت جاي. مسلط واحد زي مصطفى بونيف على الناس وقاعد يشتمهم في الاعراض، واول ما الناس ردوا عليكم بنفس المنطق قعدتوا تعيطوا. لا عمركم كنت رجاله في الواقع ولا عمركم كنت رجاله في المواقع، افهموا بقى ان كل القرف اللي انتوا فيه ده بسبب غيرتكم من جيرانكم، مش بسبب ان احنا عايزين نعمل فتنه ما بينكم وبين جيرانكم. فتنتكم موجوده من سنين طويله، ولكن غيرتكم انتوا من جيرانكم مخلي الموضوع عليكم صعب قوي. ده نداء لكل جزائري بيخش يتفرج على اي قناه لواحد بيتكلم على المغرب بطريقه ايجابيه عشان يخش يسبه. انت شايف المغرب بشكل معين، غيرك مش لازم يشوفه بشكل معين. انت عندك جنان وعندك هوس بالمغرب، مش لازم غيرك يكون عنده نفس الجنان ونفس الهوس. وفي الاخر انا مش بخاطب حد عنده عقل، انا بخاطب واحد ماسي بنصه التحتاني، هو ده الجزائري موجود بنصه التحتاني. هتقول انت برضو مزودها معاهم، اقول لك كل واحد بيتكلم عن تجربته من خلاله هو شخصيا، ودي تجربتي انا مع الجزائريين، كانت تجربه وسخه وتجربه انتهت بان الواحد سلوكه اتغير واخلاقه اتغيرت ونوعا ما لسانه بدا يبقى زفر، يعني من عشر القوم بقى بعد عنك. هي دي الحكايه، انا لا ظلمت جزائر ولا جزائريين ولا كنت بدور على ريتش من جزائر وجزائريين، كل الحكايه ان هم دخلوني في صراع مش بتاعي ودخلوني في خناقه مش بتاعتي.